ومن جولتنا الإخبارية حول العالم إلى أخرى محلية لأبرز الفعاليات والأنشطة. افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة وجدان الهاشمي اليوم في جامعة عمان الأهلية معرض الفن والإبداع، والذي أقامته كلية العمارة والتصميم في الجامعة بمشاركة نخبة من الفنانين العرب والأردنيين، تضمنت عرضاً للوحات الفنية ومعروضات تشكيلية. رئيس جامعة عمان الأهلية أوضح أن الجامعة تعمل على توفير فرص الإبداع في مجالات الفنون والثقافة المختلفة، وتحرص كذلك على تعزيز الإبداع الفني، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه النشاطات الفنية والمعارض إلى تعزيز قيم الإبداع والنهوض في مستوى الذائقة الجمالية. تكمن أهمية المعرض التشكيلي للجامعة الأهلية الحقيقة في تنوع الأساليب المتبعة وفي تنوع الأعمال وتنوع الأساتذة، يعني كل هذا نتيجة خبرات متعددة لأساتذة من عدة بلدان، خلينا نقول عربية، من العراق، من مصر، ومن الأردن أيضا. كل هذا أعطى زخم للأعمال اللي أنتجها الطلاب. إن الفخر في عمان الأهلية أنه نستضيف الجامعات الأردنية كلها والفنانين الأردنيين لتقديم ما هو جديد في الفن التشكيلي والتكنولوجيا الحديثة في هذا الفن، وإن شاء الله تعالى راح تكون كل سنة عندنا مثل هذه التظاهرة، وللأحسن بإذن الله تعالى، رفعة للفن ولدعم للفنانين الأردنيين. نلتقي هنا الليلة احتفاء بعمان عاصمة إسلامية. أقامت فرقة الأحفاد المسرحية مساء أمس على مسرح أسامة المشيني في جبل الويبدة حفلا فنيا بمناسبة اختيار عمان عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2017. واشتمل الحفل الذي حضره أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة مندوبا عن وزير الثقافة على فقرات شعرية لشعراء من الأدب الإسلامي وأناشيد وموشحات لأعضاء فرقة قمر المدينة وفرقة عمانيون، إضافة إلى عرض مسرحي بعنوان هذا أنا. إيمانا من فرقة أحفاد المسرح وانسجاما مع رسالة عمان بأنه الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال، قامت الفرقة اليوم زي ما لاحظتوا قبل شوي بعمل احتفالية بسيطة تناولنا فيها عرض مسرحي وتراتيل كلها تصب في الاعتدال والوسطية.